ايش هو التخطيط الاستراتيجي للإدارة الاستراتيجية؟ كثير يتخيلوا انه الإدارة الاستراتيجية هي قدرة نحن نحتاجها لما نخطط لمؤسساتنا او لمشاريعنا. قيادة السيارة مثلا، نحتاج قيادة السيارة لما اقود سيارتي. اللغة احتاجها لما اتكلم، لما ما اتكلم ما محتاج اللغة. ونفس الشيء القيادة الاستراتيجية والقدرة الاستراتيجية هي قدرة انا احتاجها لما اقود مؤسستي او مشروعي. هذا غلط. القدرة الاستراتيجية أهم من اللغة، هي ثقافة داخل عقلك حتى وانت نايم تفكر فيها، هي طريقة نظرتك للأمور، تحليلك للأولويات، تخطيطك، رؤيتك، نظرتك للأمور، قياسك للأولويات، التحليل الاستراتيجي هاي تقوم فيه وانت نايم لأنه جزء من شخصيتك. النظرة الاستراتيجية هي في الواقع الحكمة، القدرة على موازنة البعيد والقريب، واني ما أضيع القريب لكن ما أضيع البعيد، واني أحيط بالأمور الداخلية والخارجية وأعرف كيف أستفيد من الفرص وأبتعد عن التهديدات وكيف أستفيد من نقاط قوتي وكيف أتخلص من نقاط ضعفي. وهذه هي الاستراتيجية. المرادف للاستراتيجية في اللغة العربية بصيرة، عندنا في الحديث العامل على غير بصيرة كالسائر على غير الدرب، لا تزيده سرعة السير إلا بعدا عن الطريق. فأنتوا ما تحتاجوها فقط لإدارة مشاريعكم، أنتوا حقيقة محتاجينها كجزء أساسي في الحياة، لكن لما تكون هاي ثقافتكم اللي انتم متعودين عليها وطريقة تفكيركم، امور كلها بتشوفوها اسهل بكثير، ما راح تعودوا تحتاجوا انكم تسووا سوات اناليسس بالاسلوب التقليدي. وانت ماشي بتتحرك بتتكلم استراتيجيا على قولة الشاعر في اللغة العربية، ولست بنحوي يلوك لسانه ولكن سليقي اقول واعرب. ما تقتصر تأثير الاستراتيجية والتفكير الاستراتيجي فقط على مؤسستك او على مشروعك أو حتى على قيادة مسارك المهني، لا، ما مرتبطة فقط بالبزنس، مرتبطة بحياتك، أنا وين أريد أكون؟ أنا وين الآن؟ أنا كيف أغلق الفجوة؟ مرتبطة بأي مشروع تسويه، أنا أريد ألف كتاب، أنا ليش أريد ألف الكتاب؟ وإيش رسالتي منه؟ وإيش رؤيتي فيه؟ وكيف أحقق في هذه الأشياء؟ عندك طموحات وعندك رغبات تبى تحققها، إنسان من دون طموح، من دون رؤية، ما هو إنسان، لأنه إيش اللي يحركك؟ إيش اللي يدفعك؟ نحن دائما يحركنا في الحياة هو الطموح. هو الرغبة في أن نوصل لشيء معين. إيش هو هذا الشيء؟ وهذا ما يتعلق فقط في العمل، العمل جزء واحد فقط، حتى الحياة المهنية مالنا هي جزء واحد فقط من حياتنا، حتى في خلق الكون كله في استراتيجية لله عز وجل. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، عبث ما في هدف ما في رؤية، وأنكم إلينا لا ترجعون. الرؤية الاستراتيجية لخلق الكون والرجوع لله. وإيش المشن؟ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خلق الموت والحياة أوف أون أوف أون أوف أون، وجود نقص نعمة وبلاء عشان يحركك في الكون عشان تشوف من الأحسن منكم أداء، عساس أنتوا تعطوا أحسن ما عندكم وتكونوا نسخ الفضلة من أنفسكم. وما يتوقف من القرآن هنا، بل يجي الاستراتيجية كاملة في الواقع يحددها. الكون كله المنظومة كلها تبتني على تفكير استراتيجي.